وأيضا للمزيد ينضم إلينا رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا الصقر. أهلا بك سيادة المستشار. أهلا أهلا بحضرتك أستاذة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. إذا قرارات في غاية الأهمية اليوم اتخذت من الدولة المصرية والبنك المركزي، كيف تبعت هذه القرارات ويعني انعكاسها على الاقتصاد والوطن والمواطن؟ في الحقيقة طبعا مش أنا بس اللي تابعت، الشعب المصري كله تابع هذه القرارات، خاصة إن القرارات السياسات النقدية اللي تمت بتمثل أو جاية في وقت أو مرحلة حاسمة في عمر الاقتصاد المصري لمواجهة التضخم والسوق الموازي أو السوق السوداء، وأيضا التوقيت بتاعها برضه مهم جدا لأنها جاءت بعد توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. ده من ناحية، من ناحية تانية إنه تحرير سعر الصرف، قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق ده مهم جدا. ده بيشكل مرحلة جديدة ومرحلة هامة وحاسمة في الاقتصاد أو في عمر الاقتصاد الوطني. لأن الاقتصاد الوطني بيواجه كثير من التحديات الداخلية والخارجية بسبب السيولة النقدية والأجنبية. فبالتالي التحديات اللي بتواجهها بنجد ان القرار ده بيستهدف حمايه لمتطلبات التنميه المستدامه، لان انا لما سد الفجوه ما بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي فانا كده بقدر اعمل حمايه للتنميه المستدامه واقفل او اغلق الفجوه الموجوده بينهم. واعتقد ان القرارات ديت اللي صادره من البنك المركزي ان شاء الله مش هتسد الفجوه كمان، اعتقد هتنهي على السوق الموازي الموجود في مصر اللي موجود فيه اكثر من سعر للدولار. بالاضافه لانه قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف هيأذي كمان على السوق السوداء، لان السوق السوداء او السوق الموازيه هي اللي عامله الازمه الاقتصاديه في مصر، لانها ان كنا بنتكلم بحقيقه يعني هي بفعل فاعل، ما هياش بالصدفة، هي بيستغل الأحداث والظروف الاقتصادية والتحديات الخارجية الموجودة والمؤثرة على الدولة المصرية. وبالتالي كل أصحاب الشر وكل المعارضين اللي عايزين يوقعوا الدولة المصرية بيلعبوا في الاقتصاد المصري عن طريق حدوث أزمة وصناعة أسواق موازية خاصة للعملة الأجنبية، وبالتالي بيحصل الأزمات اللي حضرتك بتشوفيها في كل حاجه، الاسعار بتتاثر، الاستيراد والتصدير بيتاثر، تحويلات العاملين بالخارج بتتوقف، كل ده بيؤثر على الاقتصاد المصري لانه في النهايه دي عمله اجنبيه داخله احنا بنستخدمها في متطلباتنا وفي احتياجاتنا الداخليه. بالاضافه قرار البنك المركزي برضه بتحرير سعر الصرف ده هينعكس على التضخم اللي بدا فعلا مؤشر الهبوط فيه تدريجيا واضح. النهارده بقالنا اكثر من كام يوم الاسعار بدات تنزل، سواء كان على مستوى السلع الرئيسيه او على مستوى اللحوم والدواجن الى اخره، فالمواطن المصري بدا يشعر بهذا. كمان هيبقى في الناس هتسعى والعاملين بالخارج انهم يوجهوا فلوسهم لداخل الدوله المصريه، الناس كمان هتتوجه اللي معاها عمله اجنبيه هتقدر تتوجه للسوق الرسمي وهو البنك ويقدر يتعامل معاه بثقة وارتياح، لأنه السعر دلوقتي بقى سعر سوق، بقى سعر مواكب لآليات السوق، وبالتالي مش محتاج يروح سوق سوداء، لأن خلاص احنا كده بنقضي على فكرة السوق السوداء أو السوق الموازي اللي هو بيؤدي إلى انهيار الاقتصاد المصري وبيعمل أزمة تضخم في الأسعار. كمان القرارات دي كلها هدفها الأساسي زي ما حضرتك عارفة إنه نسيطر على الأسعار، لانه لما سعر الدولار والامور تستقر الاسعار في مصر هتستقر بشكل غير طبيعي، وبالتالي المواطن المصري بيشعر بهذا، لان المواطن المصري النهارده متابع ايه طلع وايه نزل، هو ده اللي بيفكر فيه، ما بيفكرش بقى في سياسات نقديه وسياسات ماليه، لا هو بيشوفها عنده في علو وارتفاع السلعه، مجرد ما السلعه بتنخفض فبيشعر ان ما تم داخل الدوله المصريه انه ليه تاثير عليه، فبيعرف ان الاجراءات اللي تمت دي ادت الى راحته، واحنا نفسنا نفس الكلام، انه لما المواطن المصري بيتاثر تاثير ايجابي
عليه وعلى اسرته، فبالتالي بيحصل ارتياح في الشارع المصري، وبالتالي بتهدأ الحاله الانسانيه داخل الدوله المصريه. التوقيت كان مهم جدا في القرارات السياسيه النقديه المعلنه، لانه جه بعد توفير التمويل اللازم لدعم السيوله النقديه، وبالتالي احنا بنقول ان خلاص دلوقتي حان التوقيت انه يبقى في تنسيق ما بين البنك المركزي والحكومه من اجل انجاح تلك القرارات وتحقيق اهدافها فيما يتعلق على الحد من التضخم وارتفاع الاسعار وايضا السوق السوداء. وده طبعا المؤشر ده هنشوف تاثيره خلال الايام القادمه، لانه السياسات النقديه والقرارات اللي بتطلع سواء من البنك المركزي او من الجهات الخاصه بهذه القرارات بتؤثر على الاقتصاد المصري، ولكن بطريقه مش عايز اقول ببطء، ولكن بطريقه تدريجيه، يعني مش بكره هنلاقي الاسعار كلها بقت 70%، لا طبعا، ولكن بيحصل شيء تدريجي قبل ما الدوره الماليه في السوق بتتم ويبدا التاجر ويبدا المستثمر يشعر بيها، وبالتالي بينزل الاسعار، وبالتالي يبدا المواطن يشعر بهذه النتيجه. فبالتالي هي بتبقى بطيئه شويه او تدريجيه، ولكن هتحدث وتحصل متعاشه في السوق المصري، خاصه ان احنا داخلين على شهر رمضان والسلع شغله الناس، السلع الرئيسيه، ونعتقد ان الدوله وفرت الكلام ده في كل المنافذ البيع الرئيسيه وقضت على قصه السوق الموازي في كل السلع والمضاربات اللي شغاله، وبدات السلع تتوافر في كل مكان، وبدا المواطن يشعر بهذا ويستقر الشارع المصري والاقتصاد المصري. وبالتالي هذه القرارات قرارات هامه جدا، توقيتها هام جدا، حاسمه في الاقتصاد المصري، وان شاء الله اثارها في الايام القادمه هتكون ايجابيه جدا على المواطن المصري باذن الله. باذن الله يا فندم، انا بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، شكرا جزيلا يا فندم.